كده هنبتدي نلوج على ال RTN ونعمل كونفيجريشن لجزء الراديو. طبعا ذات لوج خدناها في الفيديو اللي فات، فاحنا كده هنبتدي اللوج مع بعض. طبعا لما بلاقي النود بعمل اند سيرش وهعمل اد نود، وهبتدي اعمل ان اي لوجن واكتب الباسورد. طبعا يا باشمهندسين، انا كل المعلومات اللي بدخلها سواء تي اكس فريكوانسي او الباندويتس او كل المعلومات بالظبط، او حتى الازموث بتاعت او الازموث بتاع الديش انتنا نفسه، كل دي بجيبها من البلاننج اللي هي بيسموها الاس اف 6. تمام، بتكون كل الحاجات دي متوفره معايا. انا طبعا بعمل اد الاول للاي اس اف 3، وبعمل اد بنفس الطريقه كده للاوديو اللي هي الراوة، واعمل اد فيزيكال بورد، واستنى اما باللون الاخضر كده المجازينة شافته. بعد كده هدخل على حاجة حاجة واعمل لها كونفيج. فمثلا لو بدأنا بالاوديو اللي هي الاوت دور، هندوس عليها كده فوق وتحت، هنختار اوديو انترفيس. هنا هقدر ادخل الفريكوانسي بتاعتي، وقلنا اتفقنا بجيبها منين، بجيبها من البلانينج. ولو انا شغال صيانه باخد الحاجات دي معايا من الترانسميشن، فانا هنا بدخل الفريكوانسي زي ما تكون في البلانينج، وبدخل التي ار سبيسنج زي ما هي موجوده في البلانينج. هي هنا عندي 1260، وهعمل ابلاي يس، وهعمل كويري. فاضل انك تظبط الباور. طبعا فوق هنا جزء الباور، اتفقنا ان انت بتبتدي تحدد الباور هنا على حسب اللي في البلاننج، بس انا اللي عندي هنا صفر، فانا هسيبه على كل كده على الاي اف 6 3، اللي هي اتفقنا اللي هي خاصه بجزء الراديو فريم ده اللي بيبقى خارج منها كابل الاي اف واللي صورتها قدام حضرتك. طبعا هنا هبتدي اظبط الميديوليشن وهظبط التشانل باندويث. طبعا انا عندي هنا الميديوليشن 256 كوام، وعندي تشانل باندويتس على 7، مظبوطة على 7، وهعمل كويري وابلاي. يبقى انا كده خلصت الجزء الخاص بالاي اف 6 3 والاوت دور يونت، هما دول اللي بيبقوا متضمنين جزء الراديو. انا لو جبت هنا مايكروويف لينك كونفيجريشن واخترت نوع البورده اللي هي الاي اس بي 3 اللي هي على بورد 3، دي هيبتدي يعرض لي الكونفيجريشن بتاعتها وبتاعت الراوه او الاي اف اللي مرتبطه بيها، واقدر اعدل من هنا كمان. يمكن هي دي كل المعلومات اللي احنا دخلناها. هو هنا الباور 10 هخليه صفر، انا ما سيبناش هناك، هعمل ابلاي ويس. طبعا احنا في الجزء ده احنا لو كنا عاملين كونفيجريشن للفيسنج او السايت التاني كان هيبان معاك في الجزء اللي على يمينك. الموضوع بسيط بالنسبة للار تي ان. تعال نعمل نفس الخطوات على الترافيك نود ونشوف جزء الراديو بيتعمل فيه ازاي. طبعا هنلوج وهنفتح الراديو لينك وابتدي احدد البوردة اللي انا هعمل لها كونفيجريشن. طبعا اتفقنا برضو المعلومات كلها من البلاننج. طبعا انا عندي هنا كارتتين ام ام يو هنعمل لهم كونفيجريشن، فخلونا كده نبدأ ب الكارتة اللي في سلوت 2. طبعا هتدوس على كونفيجريشن راديو لينك، وهتبتدي هنا تكتب التيرمينال اي دي، بتجيبه برضو من الاس اف 6 اللي هي البلاننج. هو هنا عندي ان سي اتش اي، وهتعمل الفار اند اي دي، هي هنا عندي ان اي ام اس، وهنا هختار التشانل سبيسنج، هي هنا عندي 14 ميجا هرتز، وهختار الميديوليشن 16 كوام، نفس اللي عملناه في الار تي ان بس هنا الشكل مختلف. الكاباسيتي هو بتختارها 16 كوام زي اللي فوق هنا يعني، وانا بدي له عدد الايوانات 22. كل ده برضو بتجيبه من البلاننج. وهنا هبتدي اعمل كونفيجريشن للراوه، هكتب التي اكس فريكوانسي وهكتب ال RX frequency. طبعا ال RX frequency و TX frequency بيتعكسوا في الفيسنج، يعني اللي هنا RX هناك بيبقى TX، واللي هناك TX بيبقى هنا RX. وهبتدي اديله الباور، الباور هنا على 8، هنا هحدد له الايوان زي ما موجوده في البلاننج من 1 ل 22. هظبط البيت ايرور ريت الارم، وهنا هظبط ال RF input alarm threshold هنخليه زي ما موجود في البلاننج 83.
ممكن يوصل فيه لينكات ساعتها بتخليها 70 على حسب ما موجود في البيانات، وادوس سيف. طبعا ده فايدته بيدي الارم لما الار اس ال تنزل عن القيمه اللي انا بحطها هنا. ده طبعا شكل البوردتين قدام الام ام يو والراوه، بعد لسه الار اس ال لان احنا لسه ما عملناش كونفيجريشن للفيسنج. فهنا اهم حاجه اعمل على ترانسميتر اون راو واحد، دي اعمل لها تشيك واعمل سيف. كده طبعا الار اس ال مش هتتظبط غير لما نظبط الفار اند راديو اللي هي الناحية التانية. موضوع سهل والموضوع متشابه، وانا اتعمدت الكورس يكون متضمن اكتر من اكويبمنت عشان تعرف ان الفكرة واحدة والموضوع واحد. كده هنبتدي نعمل كونفيجريشن لجزء الراديو في سيل. كده هنلوج مع بعض على سيا. فانا لو دوست مرتين على كذا مربع اخضر اللي جنب بعض فوق دول هيفتح لي واجهة على ويب هنشوفها مع بعض اللي هي دي كده. طيب جزء الراديو انا هجيب راديو من الجنب هنا واختار برانش 1A، وهبتدي بكل سهولة اختار التشانل بتاعتي واعمل ابلاي. وطبعا جزء الباور ممكن اظبطه من جنبي، وبعد كده هدخل على الباند ويدث اند ميديوليشن لينك اي دي هنا، وهبتدي اظبط الباند ويدث اند ميديوليشن. هو هنا جايبهم لي في تابة واحدة لان هم لهم علاقة ببعض طبعا. وهشوف التي اكس باور رامب ديت معمولة انيبل ولا ديسيبل على حسب الناحية التانية. طبعا هنا في سيا التي دي ام ترافيك ده الخاص بالايوان، فممكن نخليه هنا صفر لان هي عندي في البلاننج صفر. هو هنا الترافيك اوفر اي بي ايثرنت، وبعد كده بعمل ابلاي. طبعا هو الموضوع متشابه والفكره واحده. انا كده اعتقد لو واجهك اي لينك من اي نوع هتقدر تلوج عليه وتعمل جزء الراديو ده بمنتهى السهوله. كده تمام، اظن جزء الراديو بيتهيألي بقى واضح للجميع. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبتدي ناخد فكرة بسيطة عن الالايمنت، وبعد كده هندخل في جزء المانجمنت بأنواعه. وبشكركم والسلام عليكم ورحمة